أحلى وأجمل تحية لكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون دولة الكويت عبر القناة الثالثة لتلفزيون دولة الكويت، وبرنامجكم برنامج الديوان، وهذه التحية أنقلها لكم من أصحاب الديوان. نقول لهم مساكم الله بالخير، كابتننا بسليمان عبد الطيف الرشدان، مساك الله بالخير بسليمان. مساك الله بالخير، رحب فيك ورحب في النجوم الأربعة اللي موجودين، وأخونا أبو خالد بعد اليوم من زمان ما شفناه. الله يحيي. رحب أيضا في المشاهدين. مرحبا فيكم سليمان. فيصل الدخيل مساك الله بخير. الله بخير يا أهلا وسهلا، حياك الله. أمورك طيبة إن شاء الله. الحمد لله. النفسية زينة الليلة. كلش. إن شاء الله. كابتن سعد الحوطي مساك الله بخير. محمد. مساك الله بالنور. نبي نعرف متى الصيفون. توي المرعب شياب شياب تو الناس مخالد تو جاي والله انا من بس على مشاهدينا وعليك يعطيك الصحه والعافيه يا ابو مشعل ويوم جميل ان شاء الله للجميع بهالمطر الحلو اللي هاليومين ينزل علينا يا رب العالمين. الحين بعد طالما سولفت عن المطر ان شاء الله ايضا بنقول كلمه بهالمناسبه. يا ومحمد مساك الله بالخير. حياك الله وحياك حيا ربعنا الموجودين مشاهدينا، ابو خالد نرحب فيه اليوم. الله يحييك. ما اوصيك بجمع ادري بالك مع ابو مشعل ترى بلاعيم اليوم. اي والله شوي شوي خليني صارخ شوي شوي. وسعود مساك الله بالخير. مساك الله بالعز. كابتن عبد العز عنبري. هلا ابو مشعل. مسي عليك ومسي على الشباب والمشاهدين ونرحب ابو خالد. هلا والله. وعاش من شافك يا ابو. عاشت ايامك طول يومك. ابو خالد ما خلوا لي شيء. كابتن احمد خلف مدربنا الوطني ونجم النادي العربي، مساك الله بخير وخالد. الله بالخير. انا سعيد جدا اليوم صراحه انهم دعيتوني اليوم هني عشان اشوف الاساطير صراحه. انا كنت لما لاعب كنت اصغر منهم شويه، كانت الرهبه عندي لما العب ضدهم صراحه شيء، خصوصا العود صراحه المرعب كان مثالي مثلي الاعلى صراحه، ولا قصورا في الاخوان ما نقصر يا ابو خالد. طول لي عمركم. وانا سعيد جدا مع اخوي الكابتن عبد اللطيف، هذا عشره عمر من التدريب والحمد لله. الله يحييك ابو خالد. ومشعل الكرم حقيقه جزاه الله خير، ابو محمد اثار نقطه الخير رب العالمين اللي رزقنا في هذه الامطار، امطار خير وبركه ان شاء الله. لكن في نفس الوقت حقيقه ايضا هي رساله لابنائنا واحفادنا الشباب بصفه خاصه. سبحان الله ما ادري ليش من يطق مطر تكون عمليه استعراض، وبالتالي فيها الاثاره وفيها الاخطار حقيقه وفيها يعني ايضا التعدي على الغير. لكن هذه رساله لكل ابنائي واحفادي، تكفون تكفون، ترى اسركم بلدكم بحاجه لكم، خافوا من الله في اهاليكم، حافظوا على انفسكم وعلى ارواحكم، جزاكم الله خير. حقيقه يعني بكل أسف بقول شغلة يعني لكن أنا كنت مخطئ فيها، جيت متأخر ما شفت المخرج إلا متأخر بالأمس حقيقة. كانت لنا زيارة أنا والأخوان كابتن سعد الحوطي، كابتن جاسم يعقوب، الفريق متقاعد عماد أمان وسالم جزاه الله خير. زرنا برجل حقيقة له أفضال على الحركة الرياضية، أنا أقول له أفضال على الحركة الرياضية منذ الخمسينات، وأنا لي معرفة فيه من تلك الفترة. العم يوسف عبد الله شاهين الغانم، آخر منصب له هو رئيس نادي كاظمة الرياضي الأسبق، ومن مؤسسين نادي كاظمة، ومن مؤسسين أيضا نادي النهضة في الخمسينات. هذا الرجل حقيقة أعطى الكثير والكثير للحركة الرياضية. أنا أقول لما أقول للحركة الرياضية والرياضيين، لأن ابن الحلال لا يعم حقيقة في نادية أو لاعبينة، بل هو جزاه الله خير كل حقيقة الرياضيين بالكويت هم بالنسبة لأبناء وأخوانه. وماني بقول شنو اللي قدمه وش اللي أعطى أو كذا، هذا يعني ما في، هو يقول هذا شيء للكويت يعني مفضل الله سبحانه وتعالى، فيستحق هذه الزيارة. وكان سعيد كل السعادة لما شاف جاسم يعقوب، لما شاف سعد الحوطي، شافني وتذكرني أنا أكثر من الإخوان، لأن يعني أنا قريب منه، وكذلك الأخ لواء عماد أمان. هذه الشغلة. الشغلة الثانية طبعا اليوم تناقلت وكالات الأنباء حقيقة بالنسبة للأخ العزيز
أخونا وزميلنا ومدربنا الوطني الكابتن جواد مقصيد يجري عملية في مستشفى الرازي. نسأل الله سبحانه وتعالى لأبو عبد الله إن شاء الله الشفاء وتنجح هذه العملية بإذن الله. والأخ جواد جزاه الله خير، حقيقة نجم من نجوم كرة القدم على مستوى النادي العربي، على مستوى منتخب الكويت، إضافة إلى هو مدرب وطني له تاريخ حافل على مستوى المنتخب كمساعد لمدرب منتخبنا الوطني أيام كأس العالم. كذلك أيضا لا يسعني إلا أن حقيقة ندعو الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض حقيقة يعاني من هذه الأمراض، ونخص على سبيل المثال أخونا رضا معرفي الذي يتلقى العلاج في لندن. نقول نسأل الله لك يا أبو محمد وكل مريض الشفاء والعودة سالمين غانمين إن شاء الله بأرض الكويت. أبو محمد جزاه الله خير، وهذا إيمان من الله سبحانه وتعالى كل فترة وأخرى حقيقة يبعث برسائل ويقول شنه الحالة اللي يمر فيها وشنه المستقبل اللي راح يتخذون الأطباء بحقه بالنسبة للمرض اللي يعانيه. إن دل على شيء هذه إنما يدل على إيمان الأخ رضا معرفي. ربنا سبحانه وتعالى يزيدك إيمانا حقيقة وقوة وصلابة أمام هذا المرض، ولك شيء بعيد على رب العالمين إن شاء الله يا رب العالمين، لك ولكل مريض إن شاء الله الشفاء العاجل. هذا ما حبيت أني أقوله، وبالتالي بنقل الميكروفون لمحمد كابتن سعد الحوطي. لا تعقيبا يا أبو مشعل على كلامك بالنسبة حق زيارتنا أمس حق العم يوسف الشاهين، أنا أعتقد أنت تكلمت عنه وعن تاريخه، لكن ما زال أبو عبد الله لحتى الآن واصل بزياراته بالمناسبات، احنا نقول خاصة في العزاء دائما نجده في المقبرة رغم كبر سنه ورغم يعني نقول احنا ما يعانيه من يعني صعوبة بالحركة، لكنه واصل يصل للرياضيين وغير الرياضيين. وانت تكلمت عن تاريخه وتاريخه مشرف في نادي كاظمة وفي الحركة الرياضية وعلاقته في كثير من الأمور بالنسبة حق الأندية الرياضية ونجاح نادي كاظمة في السنوات الأخيرة بفضل هذا الرجل ومجهوده وتاريخه واستقباله لنا، يدل على ما زال أنه يقدر رجالات الرياضة مع أن احنا نعتبر من أبناء، لكن شفت فرحته أمس وشفت يعني الحفاوة ويبي يقعد عندنا أكثر، لكن طبعا أكيد الديوانية بعد لها روادها. أما بالنسبة لأبو عبد الله جواد مقصيد، أنا يمكن يوم تكلمت وياه وإن شاء الله يجري العملية يوم غد وإن شاء الله يكون على ما يرام باكر. وبنفس الوقت أبو خالد بيقول عنه أذان أبو خالد لما نلعب ضدنا، متابع أبو خالد للكرات المرتدة ودائما يوهقنا في آخر الدقائق، وسعيد بحضور لأنك أنت شوف أنت أبو خالد محمد عبد الله، ما تيأس في أنك تتابع الكرة تطيح من الحارس تضرب الغائم، يعني أي شيء يصير، واعتقد هذه ميزة ما نجدها يعني في كثير مهاجمين، مهاجم اللي شوت مهاجم اللي يقتنص، لكن المتابعة محتاجة صبر. واعتقد أنت في عصر النادي العربي ساهمت في كثير في تحقيق البطولات، حياك الله ومكانك هذا، وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله بأبعد من ذلك إن شاء الله. إن شاء الله أبو خالد قبل لا نروح لفيصل بخصوص ما تفضل في طبعا لا طبعا شوف يعني أخونا رضا رضا معرفي أخونا جواد مقصيد طبعا رضا معرفي الله يرجع بالسلامة أبو محمد، صراحة متواصلين وياه في المسجات والرسائل اللي يدزها، وإن شاء الله الله يشافيه ويشافي كل مريض إن شاء الله. أما جواد والله كان يشتكي هو طبعا من أكثر من شهرين، وعبد الله من ألام في الظهر صراحة، وكنا نتابعه معه، ولكن أنا والله أول مرة الحين أسمع أن الباكر راح يجري العملية، وإن شاء الله تتكلل في النجاح وإن شاء الله يرجعنا أبو عبد الله أفضل من الأول. هو كان يعري قبل مدة، إن شاء الله الحين يرجعنا ويركض إن شاء الله. والكرة اللي قطها لك سعد الحوطي الحين على لا الكرة طبعا سعد اللعب ومحمد طبعا إحنا لما نلعب مع لاعبين كبار يعني لاعبين أكبر منا وإحنا صغار يعني بالنسبة حق سعد يعني مو وايد بس أصغر منه شوي، فكن عندنا الرهبة صراحة سعد الحوطي ولا اللاعبين الثانيين عبد الله معيوف واللاعبين يعني هذول يعطونك ثقل يعطونك يعني ما تقدر تقول، ولكن مثل ما قال الصبر مفتاح الفرج، يعني أنت تصبر 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 لما تشوف لك هفوة من دفاع زلة من الحارس
وهذه طبعا انا هاي امكانياتي داخل خط 18. انا ما اقول مثل جاسم ولا مثل مفواز اللي تصويبات وهيد وهذا، لا ما عندي انا. بس كنت مزعج لهم في هذا، انا مزعج حق المدافعين، كنت مزعج لهم في هذه الامور، هذا حدي. حياك الله فواز، مساك الله بالخير. الله بالخير. والحديث عن زيارتنا حقيقه والله اللي تفضلتوا عن اخونا الكبير ابو عبد الله يعني شاهين، هذا رجل مهما تتكلم ما توفي حقه، لانه هو رجل يعني رياضي من الطراز العالمي، واب واخ، ودائما عمل للرياضه وليس لنادي كاظم. يعني هذه هي في، وفي نفس الوقت مشهود له اجتماعيا، دائما يكون هو واصل للناس، واصل للمتعاون، متواجد ويا كل شيء، وفي نفس الوقت رياضي اصيل يعني متمكن فيها، يعطيه الصحه والعافيه. وكذلك حق اخونا ابو عبد الجواد، انا والله توي يقول لي ابو كابتن سعد، اتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله يرجع لنا سالم. وكذلك اخوي رضا معرفي، يعني اخو دنيا انا بالنسبه لي، هذا رضا عنده بعد بكره نتيجته تاريخ 17. انت كنت في زياره الى لندن وكنت معاه في تاريخ 17، بعد يومين في النتيجه يقرر عليها الدكتور هل يعطيه فتره زمنيه مده طويله على اساس يرجع له، او يرجع مره ثانيه في الفحوصات. احنا نتمنى ان شاء الله يا رب ان تكون نتائجه جيده ويعطى منها زمن كبير على اساس فتره زمنيه، لان انا اتمنى لك، الكل يتمنى ان يكون في شهر رمضان يكون متواجد. يعني هم العامل النفسي هذا له مهم، والحمد لله رضا من العوامل النفسيه العاليه، دائما مثل ما تفضلت يا ابو مشعل، دائما يوصف لك الحاله وين وصل وكل شيء، وانا دائما اكون وياه على اتصال، وزرته كذا مره في لندن. ننتظر نتيجته، وان شاء الله يا رب العالمين ان تكون ايجابيه على اساس ينتهي من هذا الجزء الكبير من العلاج، ويستمر ان يرجع، وبعدين يكون بين فتره وفتره علاجه يا رب العالمين. نسال الله. وسليمان ايضا الحديث. وانا اقول بدايه يعني جزاكم الله خير ان زرتوا، وايضا زيارتكم تمثل الرياضيين يعني بشكل عام، يعني وهذا الشخص يعني ما اعتقد في اي رياضي من جيلنا وهذا انه ينسى الشخص هذا. ما تمر يوم في نادي كاظمه الا تلقاه في احد الملاعب متابع، يعني يدخل اول واحد النادي ويطلع اخر واحد بالنادي كاو رئيس نادي. وفعلا يعني رجل كريم ورجل واصل، يعني في افراح في الاحزان في هذا. فاعتقد يعني انا اقول هذا يعتبر كرمز رياضي من الجيل الجميل، الجيل الحلو اللي فعلا يعني كان لنا ذكريات فيه، بعضهم الله يرحمه ويغفر له، ابو سليمان ايضا نفس الشيء، رفيق دربه ترى. اي نعم. فهيال العميري، هيال العميري ابو سليمان الله يغفر له. يعني الواحد تعلم منهم الاسلوب، تعلم منهم الكلام، تعلم منهم يعني مدارس هذه اللي نعم. اما بالنسبه حق اخونا جواد ابو عبد الله، نقول له اجر وعافيه ان شاء الله، وطالع من الشر وان شاء الله من الحال لاحسن. ابو محمد رضا معرفي، يعني انا استانس لما اشوف رسائله واشوف الابتسامه على وجهه، يعني فعلا يعني هذا شيء يعني يفرحني انا كثير. لكن احنا دائما في صلاتنا في قيامنا دائما ندعي له بالخير وندعي له بالتوفيق وندعي له بالصحه، وان شاء الله يرد لاهله واحبابه سالم قانم ان شاء الله. جزاك الله خير ابو محمد. كابتن جاسم يعقوب. انا بس بضيف حق موضوع ابو عبد الله يوسف الشاهين، طبعا هذا من رجال القلائل يشتغلون بصمت وبعيد عن الاعلام، ما كان بس حق نادي كاظمه، كان الاتحادات هو الميزان مال الاتحادات. نادي كاظمه يوسف الشاهين اختيار القيادات بذاك الوقت كان يوسف الشاهين له دور كبير فيها، كان ميزان للاصلح طبعا. ابو عبد الله كنت انا مره اذكر مره رحت نادي كاظمه، هذه من موعد الظهر الساعه 2:30، ولا هو قاعد يفتر بالملاعب يشيك على كل شيء. انسان يدش النادي الظهر يطلع بالليل، اخلص لنادي كاظم، اعطى نادي كاظم للرياضه الكويتيه ما ننساها. واتمنى طبعا الشفاء لابو عبد الله جواد المقصيد ان شاء الله، وازمه وتعدي. واقول حق محمد رضا معرفي، حاولت اني اجيك واقابلك حتى بلندن ما قدرت،
لانه ما طلع التليفونات ولا اعرف وين ساكن ولا اي مستشفى. ويدري هو طبعا شوف تليفوناتي بس ما الوم، بس اتمنى لك الشفاء ان شاء الله، عارفينك ارادتك قويه، عارفينك ان شاء الله مؤمن بالله، وان شاء الله ترمض عندنا ويعني بعد رمضان تينا بالسلامه. الله يجزيك خير. بقول حق احمد خلف ترى اديتنا يمكن تبين من العربي، شغلتنا شغلتنا والله شغلتنا، مع نحاتيك 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 الدفاعات يا جماعه دير بالكم هيكم مني ويزرق من وراكم، بس ما يدش مباراه نحط له جول جولين وطالع. وايد وايد كنت وايد ملعوز محمد الحربان ابو سعود. طبعا ابو مشعل اذا بنتكلم عن العم يوسف شاهين الغانم يعني احنا بطلنا عيوننا وجدامنا جدامنا بالعمل مع رفقاء اللي عاصرناهم، جاسم الله يرحمه، جاسم الحميضي، احمد مدو، ابو صالح، عبد الله مدو، الكبار كلهم اللي كانوا، حتى سعود اليوسف كانوا يقعدون الله يرحمهم يمي يعني، ويوجهوننا ويوجهون حتى الرياضه يعني، الرياضه في وقتهم كانت رياضه في 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 انتصاراتها، في احتفالاتها، في بنائها، في بنائها من 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 البدايه. فالله يعطيكم العافيه ان زرتوهم اليوم. سعود يكلمني يقول لي يكلمك عماد، ترى عماد ابو سالم لا دقيت ولا شيء، ما على الهواء، لو متصل كان انا ابو مشعل اول واحد نروح حق ابو عبد الله. ما في شك يا ابو سعود الله. اما اذا بتتكلم عن ابو جوده احنا نسميه يعني كابتننا وحبيبنا، ان شاء الله تكون شاهدنا على على تلفزيون الكويت الرياضيه اليوم بالديوان، نتمنى لك التوفيق والشفاء العاجل ان شاء الله يا ابو عبد الله. اما ابو محمد انت واصل وياهنا اخوي رضا معرفي، وان شاء الله الله يشافي وعافي وعجله ان شاء الله بعودته للكويت. جزاك الله خير. طبعا مشاهد الكرام ما في شك هذا ديوان، وبالتالي الديوان اي ديوان في الكويت نتناول في كل امور الحياه سواء الرياضيه السياسيه الاجتماعيه كل هذه الامور. لذلك حقيقه انا فضلت ابتدي الليله المجلس الديوان الليلة في الحديث حقيقه عن العم ابو عبد الله. العم يوسف شاهين ترى هو من رجالات الكويت يعتبرون، وليس في الجانب الرياضي فقط، لا في جوانب اجتماعي، وما تفضلوا فيه سعد الحوت وفيصل الدخيل. يعني عندما نرى العم يوسف في كل عزاء كل فرح هو موجود، أطال الله في عمره وكل اخواننا كبار السن ومن ادوا حقيقه للكويت سواء على المستوى الرياضي او غير الرياضي. ولكن مثل ما قلت لكم الديوان يجب ان نتناول ذلك. عموما شاكرين لكل الاخوه اصحاب الديوان، واعتقد الان ندش شوي حد على برنامجنا. خرجنا ها ابو سعود يتفضل. قبل لا ندش تفضل، عندي رساله اوصلها لجماهيرنا الكويتيه في كل الانديه. عندنا مباراه الكويت مع شبيب الجزائري يوم الاربعاء الجاي، نتمنى من الجمهور كل الانديه اللي موجوده وجماهير الكويت ان تحضر لهذا اللقاء. هذه مباراه ابو مشعل يعني تمهيديه، ان شاء الله نتاهل حق كاس الملك سلمان العربي. هذه شيء يعني فيها احتكاك وفيها اداء، وراح نلعب مع جميع الانديه العربيه كلها على ملعب على ملعب الكويت. فاتمنى من الجماهير القادسيه العربي الكويت، تكلم عن الجهره عيحيل الشباب الساحل اليرموك التضامن النصر بعد منه ابو سعود خيطه ابو سعود الله يجزيك خير. اتمنى سلمية من الجماهير النحل.
سلام. هو النادي الكويتي هو ممثل دولة الكويت. نعم. يمثل الرياضة الكويتية، وبالتالي مثل ما تفضلت فيه دعوة الجماهير أعتقد يجب، وهذا واجب على جماهيرنا الرياضية بغض النظر عن انتماءاتهم لأنديتهم. نعم. لا، نادي الكويت الآن هو يمثلنا، نعمل الله سبحانه وتعالى أن يلبون هذا ما تفضلت فيه، وأين وفق أيضا نادي الكويت في هذه المباراة. شنك مخاد لك كلمة ولا أدش في الموضوع؟ لا والله أنا في موقف يعني حق أبو عبد الله. تفضل. يوسف الغانم صراحة الشاهين أبو عبد الله، يعني كنا نلعب مباراة مع كاظمة في الدوري العام، فزنا عليهم 4-0 وأنا حطيت 3 أقوال هاللعبة هاي يعني، فدش علينا بعد المباراة صراحة، شوف يعني فريقه مغلوب 4-0 دش علينا والله ويهنينا 1-1 ويعني تمنى لنا يعني أحسن وأحسن. فصعب تلقى رئيس نادي، وكان هو كان أيامه رئيس نادي كاظمة، فيعني حضوره داخل الملعب صراحة أعطانا دافع يعني نقول حتى لو إحنا مغلوبين من أي نادي لازم نهني الفريق الفائز. فهذا الموقف صراحة أنا ما زلت أذكره يعني من الثمانين للواحد. الله يجزي خير يا أبو خالد، والله يجزي خير العم عبد الله. مخرجنا عندنا تقرير، تفضل. الساعة السالمية للبقاء مع الستة الكبار عندما واجه نادي الكويت ضمن الجولة 18 من دوري زين الممتاز لكرة القدم. العميد فرض سيطرته وكلل ذلك بهدفي التقدم عن طريق يوسف ناصر والبحريني محمد مرهون، بيد أن السماوي تنفس الصعداء بواسطة البرازيلي ليما الذي أحرز هدفين غاليين في الدقيقة 89، والوقت بدل الضائع من ركلة جزاء ليرفع السالمية رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وضمن الفحيحي للمشاركة مع الكبار بعد تعادل مع مضيف الجهراء بهدفين لكل منهما ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تراجع الجهراء للمركز السابع ب 23 نقطة. وسجل يعقوب الطرار وهدفي السبق للأشاوس بالدقيقتين 49 من ركلة جزاء و58، فيما أحرز ثنائية الجهراء بدر العنزي بالدقيقة 63 والبرازيلي رودريغو بالدقيقة 77. وعلى استاد محمد الحمد قلب القادسية تأخره أمام العربي إلى فوز ثمين في كلاسيكو الكرة الكويتية. الأخضر تقدم بهدف لعلي خلف في الدقيقة 57 قبل أن يرد الأصفر بهدفين عن طريق نايف زويد في الدقيقة 65 وحسن حمدان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90، ليصبح رصيد القادسية بهذا الانتصار 29 نقطة، في حين تجمد رصيد العربي عند 28 نقطة. دورة سقط كاظمة في فخ التعادل أمام الساحل بهدفين لكل منهما، وافتتح الساحل التسجيل مبكراً عن طريق طارق عجون ليرد السفير بهدفين، حمل الأول توقيع شبيب الخالدي والثاني ناصر فري بالدقيقة 28 قبل أن يعادل بعدها نواف ثامر النتيجة في الدقيقة 50 ليرفع كاظمة رصيده إلى 29 نقطة وفي وصافة الترتيب وبفارق الأهداف عن القادسية، بينما استمر الساحل في المركز الأخير برصيد 14 نقطة. تأهلت 6 فرق إلى المرحلة القادمة اللي هو المرحلة الثالثة، وبالتالي أبو محمد سعد كبس سعد حوطي ولكم الكلام أيضا. هذه الفرق بمعنى استحقت أن تتأهل إلى هذه المرحلة، نسولف عنها. أول نقول للفرق good luck اللي تأهلت الستة، بغض النظر عن إن إحنا يعني ممكن يكون يعني في فريق لكن خسارة 3 نقاط أثرت عليه بسبب خطأ اللي هو الجهراء يمكن في بعض المباريات، لكن أتصور أن الفرق الستة أعتقد تستحق. في مثلاً لو نتكلم عن الكويت، كاظمة والعربي كانوا متصدرين من البداية المراكز الأولى، القادسية أعتقد قدر أنه يعيد نفسه بسرعة،
ويمكن تكلمنا الحلقة السابقة أن القادسية نادي عنده القوة اللي تسانده، وخاصة نقول إحنا التاريخ، وعنده كذلك الجماهير الكبيرة، وعنده روح اللاعبين لتغيير المفهوم أن القادسية ما يوصل، لا يوصل القادسية حالة حال العربي في السنوات الماضية شو متراجع الجماهير وراه، وقدر نحقق يفوز فيه في الكاس ويفوز كذلك بالدوري. الفيحي من أفضل الفرق أنا بتصوري اللي عندها استقرار بالمستوى، لكن بحاجة كذلك نقول إحنا إلى الروح اللي موجودة عند العربي، عند الكويت، عند القادسية، عند كاظمة. هذه يبي لها وقت على ما اللاعب يعرف شلون هو يعني يلعب لرغبة الفوز. لكن في استمرارية الحين، في أداء، في نتائج. لا ننسى دور الإدارة، لا ننسى دور كذلك المدرب، لا ننسى رغبة اللاعبين في تطوير مستواهم الفني. الحين احنا وصلنا نقول الى من اللي راح يفوز بالدوري. بعد ما شاهدنا احنا اخر مباريات الكويت 35، الحين 29، انا اعتقد الامل موجود لكل الفرق، والكويت علينا يكون حذر، وكاظم يكون حذر، والغادسية كذلك لأنه جاي في اندفاع، والعربي أعتقد يجب أن يعدلون. عندهم فترة الحين الوقوف هذه لواحد أربعة، كل مدرب عليه أن يعيد حساباته، كل لاعب يفكر أن المجهود اللي بذله في الموسم كله أنه ما يضيع في مباراة، أن هذا دوري، والدوري هذه السنة في مكافأة كبيرة بالنسبة للاعبين. دوري مختلف عن دوريات السابقة. الحين أنت وست فرق كلاعبين عليكم أنكم تجتهدون. مباريات راح تأخذ لها مو فترة طويلة، لكن أتصور أن أي خطأ من مدربين في تشكيلة لاعبين، في عدم الالتزام، في عدم الحضور للتدريب، في عدم نقول إحنا المقومات اللي تخليك تلعب مباراة أنت جاهز. يعني ما أبي أقول أرد لك على الدوري الإنجليزي يوم تكلمنا ذاك الأسبوع، قلت لكم توقعوا وش بيصير، وخسر ليفربول 1-0 من متذيل الدوري الإنجليزي. هذه كرة قدم، إذا أنت ما تلتزم وتيها بقوة وأنت جاهز لها، جاهز لها من جميع الجوانب، لأن ممكن أن الكويت أحذرهم، ممكن أشوف الكويت أنا ما يكون بطل الدوري إذا ما كان جاهز في الأيام الجاية، ممكن إنه يصعد فريق يأخذها. لذلك فرصة الكويت أوكي موجودة الحين هو، لكن ممكن إن الفرق اللي جاية من دفعة ممكن الفيحي يسبب لك مشكلة، يتعادل وياك. العربي أنا أعتقد فريق ممكن يرجع بسرعة. القادسية منطلق، كاظمة فريق زين لكن ما عنده لحتى الآن استقرار في المستوى الفني، لحتى الآن ما وصل إلى مع أنه هو متقدم في الترتيب. السالمية أعتقد الفريق الوحيد اللي ما تدري شلون يلعب دحين، مرة فوق ومرة يكون مستوى مختلف. هل التشكيلة تأثر عليه؟ بس أنا أعتقد أن تغيير المدرب، مو أن محمد إبراهيم ما كان قادر، لا محمد إبراهيم مدرب وحقق بطولات وزين، لكن ساعات ومشعل الفريق محتاج إلى نفضة فنية تصحيه في تغيير مدرب، بس مو من أول مباراتين، مو من أول ثلاث مباريات. السالمية يمكن غير لتغيير المدرب في يمكن آخر ثلاث مباريات في 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 الدوري، وجاء بمدرب. هذا المدرب اللي محمد مشعاد أنا أعتقد مو هو اللي جهز الفريق، بس هو اللي نظم الفريق، يمكن في شغلة معينة في خط الدفاع، في الهجوم صار في هناك تنظيم، صارت في روح لاختيار بعض اللاعبين، قدر ينجح في انه يتعادل مع نادي الكويت وانه يوصل الى نقول الفرق الستة. هذه الامور انا اعتقد من هذه الجوانب راح نشوفها في الدوري اللي راح يكون من الستة، وهذه راح تكون صعبة ومشعل على بعض الاندية. اثرت انت تفضلت في جملة وانا اسمعها دائما، هناك رغبة عند اللاعبين. هل معقول يعني كل فريق ما عنده هذه الرغبة منذ بداية الدوري أو بطولة الكأس أو كأس الأمير أو كأس ولا العكس؟ كلمة اللاعبين عندهم الرغبة،
إيه تختلف. شوف مشعل، رغبة الفوز تختلف من لاعب للاعب. أنا أقول لك إياها، شوف أنت تي اللاعب حق المباراة، لكن تجد أكو لاعبين في الملعب عطاء مختلف، الأداء مختلف، الروح مختلفة، الرغبة. بس أكو لاعبين يلعبون كرة لكن روح الأداء بالملعب مختلف. أنا يمكن بس مو عندنا، حنا بتكلم يمكن عن مباراة شاهدتها من يمكن الأسبوع الماضي، سان جيرمان مع بايرن ميونخ، فرق على مستوى العالم. تشاهد لاعب بايرن ميونخ عنده رغبة بالفوز مو طبيعية، وتشاهد أن بايرن سان جيرمان عندهم لاعبين على مستوى العالم ما عندهم ذيك الروح، ما عندهم رغبة بالفوز، ما في رغبة. هني قاعد أقول لما تدخل ملعب دور الإداري مجهزك، المدرب مجهزك، أنت كلاعب داش تبي تحقق بطولة الدوري، بطولة الدوري ما تتحقق بسهولة، مو بس إنك تروح تنام، لا أكو شيء من داخل. شلون أنت تصارع؟ عندنا أبو خالد يمكن أكو نقطة مهمة، شلون هو يصبر إنه يقول، ورغبته إنه يتابع الكرة، هذه رغبة غير المدافع تحمله في الدفاع. إذا ضيع المهاجم جول هو ما ييأس، يجب أن يتحمل ويقف أمام المهاجمين حتى ما يجي عليه جول. لاعبين الوسط صانين الألعاب، إذا أنا صنعت كرة مو ضيعها لاعب، مو معنى أنه خلاص أني أنا أيأس، يجب أني ألعب وتحرك، لأن هذه الرغبة يجب تكون متكافئة أو متساوية عند الجميع داخل الملعب. أحمد خلف السالمية غير كابتن محمد إبراهيم، ومحمد إبراهيم ليس ما في خلاف عليه حقيقة كمدرب وطني، وبالتالي محمد مشعان، مشعان محمد غازي، ها مشعان، مشعان هو مدرب نادي السالمية. النتائج اللي حققها ترجع لمحمد مشعان، ترجع للاعبين، عملية التغيير هذه، وأنت مدرب ومريت بهال، نعم نعم طبعا. شوف المدرب يعني مثل ما قال محمد، يعني كابتن محمد إبراهيم هو مع من بداية الموسم مع الفريق، ولكن ما حالف الحظ، والنتائج صراحة كانت شوية مخيبة لنادي السالمية، مع وجود يعني لاعبين على مستوى عالي في نادي السالمية من حيث المحترفين ولا من حيث اللاعبين المحليين، يمكن أكثر من 6 لاعبين 5 لاعبين في منتخب الكويت. فأعتقد أن محمد يمكن التوليفة الفريق ما كان يعني مو قاري اللاعبين عدل، مو موزع اللاعبين في أماكنهم، ولكن التغيير مرات يصير للصالح الزين، ومرات يمكن يصير مو زين. هتكون حالة نفسية عفواً بالنسبة للاعبين؟ هي أول شيء نفسياً، هي نفسياً للاعبين، يمكن 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 ملوا من محمد إبراهيم، يمكن ملوا من تمارينه، يمكن ملوا من كلامه، من أسلوبه، من تعامله. يعني أنا عارفك محمد يعني شوية بالتمارين شوية شديد وما يخليك يعني على كيفك، فهذه يمكن طريقة يعني أثرت على أداء اللاعبين. أعتقد يا الكابتن محمد مشعان، أنا أعرف الكابتن محمد مشعان عنده صراحة دراسة نفسية للاعبين شيء مو طبيعي، يعني يقرأ اللاعبين، يقرأ نفسياتهم، يكلمهم من حيث التعليمات، من حيث الأماكن تدريب. مدرب يعني أمانة عنده إمكانيات، ولكن النتائج اللي حققها تعطي أفضلية أنه هو حقق يعني نادي السالمية. إحنا كنا متوقعين إنه ما يصعد من خلال نادي الجهرة، اللي النقاط اللي خسرها يمكن نادي الجهرة السالمية كان هو اللي يطيح، ولكن النتائج اللي حققها الكابتن محمد المشعان مع نادي السالمية أعطاهم دفعة أنهم يكونون للأمام، وهذا صراحة شيء جدا إيجابي كان تغيير الإدارة لمحمد إبراهيم لصالح الفريق يعني. وفواز أنا أعتقد محمد إبراهيم لما مسك نادي السالمية أيضا جاء بفترة أعتقد كان نادي السالمية يعاني، وبالتالي حقيقة قدم نادي السالمية بطريقة أخرى بغض النظر عن النتائج الأخيرة. والله مشعل يعني محمد بدا معاهم من اول الموسم، نعم، وبدا مع المحترفين وكل الاشياء اللي هو تكون يعني يكون فيها كل شيء، بدا يعني اللي انا عارفه انه بدا معاهم من اول شيء، وبالاختيار وبالتدريب وفي كل شيء ما وفق. ما وفق في 3 مباريات فقط ولا قبلها ايضا؟ السالمية ما كان مستوى ثابت، اي ما كان في مستوى ثابت، يعني مباراة مبارتين تجدها فوق، مباراة الثانية تكون مستوى ثاني، إضافة إلى العناصر اللي موجودة داخل الملعب. أنت تحتاج إلى العناصر، أنا شفت العناصر اللي داخل عنده وايد ممتازة،
لكن في نفس الوقت هم كذلك ليفلها مره صاعد مره نازل في احدى في كثير مباريات. اكو مباريات مشعل انت تحتاج انك تضغط على اللاعب، يعني يصير مثلا على سبيل المثال لو مثلا في النادي كبير بيلعب مع نادي بعيد عن المنافسه، انت هني تضغط على اللاعب على اساس ما تصير عنده قناعه اللاعب او هذا فريق انا راح افوز عليه راح، هني تضغط. اكو مباراه لا انا بقابل العربي ولا بقابل الكويت ولا بقابل كاظم القادسيه، هذه ما تحتاج انك انت لان انا عارف حجم الفريقين وعارف الحجم، فهني ما تحتاج انك انت تضغط كثر ما تحتاج الى ترتيب الفريق. انا اعتقد نادي السالميه مشكلته إدارية تماما وراحت الى الفريق، هذه اللي هي فيه. ما اعرف يعني بس اعلم ان مره واحده يعني حتى مثلا انا تفاجات يعني لما شال قيل محمد ابراهيم وجابوا بشعان، وفي نفس الوقت في وقت ترى هم كان الوقت كان وقت حرج في حق نادي السالميه يعني، لكن مشى. اضافه على هذا الكل في مباراته مع الكويت الكل عنده قناعه ان السالميه برا الستة ورجع مرة ثانية، فيعطيك ان الفريق ماكو ما في استقرار ثابت ولا تقدر انت تقدر تحلله برؤية كاملة. يعني لما حتى لما تسترجع حق الاهداف اللي سجلها ما تعرف اللي هذا ان هل هذا هداف الفريق او هذا يقول الثاني واحد هذا متعور، ففريق مو ثابت. يعني على هذا اللي اعرف يمكن في بواطن اكثر يمكن ما اعرفها، بس على اللي ظاهر شفته هذا مو ثابت الفريق. الست فرق اللي وصلت الى المرحله القادمه اللي هو الدوري الممتاز هي اللي تستحق، حسابيا هي اللي تستحق تماما. الاربعه اللي هم الثابتين هذي لما يتغيرون تمام يدخلون معهم الفريق السالميه والفاحل تمام، هذيلا هم اللي اثبتوا فيها. الجوله الاخيره اللي ميز عن السته هو نادي القادسيه، هو اللي اتى يعني كان شويه يظنون الناس انه هو بعيد، كسب المباراه وغير موازين المسابقه ودخل الى الترتيب. وانت دائما لك وجهه نظر في موضوع فريق نادي القادسيه، يعني شو الصوره اللي تغيرت عندك؟ نادي الفوز دائما يعطي ثقه والاستقرار يعطي ثقه، نادي القادسيه الفوز بدا يثق فيه، اضافه الى دعم الجماهيري المتواجد، اضافه ان انا فزت يعني في اخر مباراه انا فوز على نادي العربي، وهذا من ناحيه معنويه ان لنادي القادسيه كبيره ان انت تفوز على نادي يعني من النادي العربي يعطيك دافع، وانت جاي من فوز وعمليه استقرار لاعبينك وبدا فريقك من هو تقريبا من الثامن الى انت توصل الثالث وتمام وتنافس، انا اعتقد هذه طمره كبيره. الان في عمليه السته هذه النقطه يعني انا اعتقد هما هذيل هما الاربعه هما الثابتين، الاثنين هما اللي تغيروا، يعني فنيا ما تغير شيء بس كثره مباريات صارت. بنتكلم ان شاء الله عن ما هو القادم. سليمان عبد الطيف الرشدان ايضا رؤياك لي. نعم يعني انا بتكلم بالبدايه عن ست الفرق طبعا اللي وصلوا. نعم. مثل ما قال ابو فواز فيصل الاربعه ذيلا يعني محسومه، يعني الاربعه مو فيها البطوله، في كل البطولات يمكن الكاظمه السالميه كاظمه اللي دش بينهم، ولا الثلاثه الكويت والقادسيه والعربي ذا يعني مثل ما تقول محسومة بينهم. اللي في الجولة هذه أو في الدوري هذا لو جينا تكلمنا بالنسبة للمدربين أفضل مدرب في هذه البطولة حتى الآن وفراس الخطيب ومحمد المشعان، يعني هذا وجهة نظري. فراس الخطيب وجهة نظري أنا. إيه محمد المشعان فراس الخطيب. فراس الخطيب ثابت مع نادي الفحيحين. نعم. محمد المشعان كان في نادي النصر ومن ثم الى رجل عنده قراءه جيده مثل ما قال اخوي احمد، رجل ايضا يعني ملتزم مع فريقه، يعني مركز مع فريقه بشكل زين، تبديلاته
دائما تكون تصب لمصلحة الفريق، هذا اللي أنا أشوفه، يمكن في أحد يشوف شيء ثاني. أيضا لو نتكلم على لاعب اليوم أفضل لاعب بالبطولة هذه أو في الجولة هذه أو خلنا نقول في المباريات 18 بدون منافس خالد محمد إبراهيم في وجهة نظري. خالد محمد إبراهيم مدافع نادي القادسية، إبراهيم بدون منافس، يعني هذا اللي أشوفه، نيته الحالة الدفاعية ونيته الحالة الهجومية هو الأبرز اللي قاعد أشوفه. لكن لو جينا للستة أنا أقول كان مفروض يدش الجهرة بدال بدال السالمية. الجهرة أفضل من السالمية، أفضل من السالمية. السالمية لا يختلف عليه اثنان أفضل لاعبين الكويت موجودين في نادي السالمية، صغار لكن نادي السالمية لاعبين السالمية دائما يدشون بالملعب نرفزين مشدود أعصابهم، يعني يعملوا يمكن مباراتهم مع القادسية صار في شوشرة، مباراة مع الكويت، فهذا الجو ما يخلي اللاعب، خصة لاعبين صغار لاعبين ممتازين نادي السالمية، لكن الجو اللي موجود في 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 قد يكون شحن زايد، قد يكون في أشياء زايد. لكن اللي قاعد تشوفه في نادي السالمية السنوات الأخيرة ثنتين ثلاث دائما، وسبب هذه المشاكل أنا أقول جمعة سعيد. جمعة سعيد دائما في حالة نرفزة، في حالة اعتراضات، في حالة يعني توصل لمد الإيد توصل لي. لكن نادي السالمية إذا جينا كقيمة لنادي السالمية وكلاعبين لا يختلف عليه. محمد إبراهيم قدم استقالته لأنه هو مثل ما يقول قص الحق من نفسه، عرف أنه هم كمدرب فاهم وعارف أنه قد يكون يعني أكون أنا عقبة، أبتعد وأعطي فرصة علشان الفريق يقدر يأخذ حاصله. لكن فريق الجهرة أدى أداء جيد، وكان من المفروض أنه أيضا ولو أنه متأخر يكون في هذا المكان. طبعا لما نيجي حق طبعا نادي ما تكلمنا عنه يمكن نادي العربي، نادي العربي كان متقدم وكان في يمكن ثلاث لعبات الأخيرة خفق نادي العربي، وهذا نادي العربي إذا الصولة والثاني السنوسي إذا لم يوفقوا في المباراة العربي ماكو شيء، يعني اعتماد شوف استكاز الفريق على الاثنين لأن ذيلا أطراف هم يفتحون الملعب، هم اللي يطلعون الكرات، هم اللي يسجلون، ليس تغليلا باللاعبين الآخرين لكن يعني لاعب محترف ومتمكنين هم، فهذيلا يعني هم عطوا يعني لنادي العربي يعني يمكن المباراة الأخيرة الصولة ما لعب، المباراة اللي قبل السنوسي ما لعب، فأعتقد هذه لكن العربي قادر على أنه يعني يرجع يرد في نفسه مرة ثانية. نادي الكويت، نادي الكويت متصدر وماشي من أحسن ما يمكن، لكن المشاهد غير مقتنع في أداء نادي الكويت، غير مقتنع. أنت بتقول لي والله أهم شيء ثلاث نقاط على عين ورأسي، لكن العرض الإمكانيات نادي الكويت الفنية، الإمكانيات المالية، الإمكانيات كلها، مفروض نادي الكويت يؤدي ويفوز بعد بنفس الوقت. الأداء يطمنك يعطيك اطمئنان، الفوز حلو لكن أيضا يعطيك اطمئنان. لكن يعني مثل ما يقول الكويت يقرد خارج السرب، يعني يقرد في خارج السرب، فأعتقد أيضا هذه البطولة يعني أو الدوري هذا يعني أنا ما أقدر أحكم عليه الحين أقول والله زين أو مو زين، أنا تخلص البطولة بعدين يعني شوف شنو السلبيات وشنو الإيجابيات اللي ظهرت، لأن أنت اليوم عندك أربع فرق راح تلعب يعني في الدرجة الثانية، إيه في الدرجة الثانية أو التأهيل، فبالتالي يعني لابد أن يكون أنت يعني عندك نظام آخر غير النظام هذا. لكن الغريب في الموضوع احنا ناسين ان عندنا خمس اندية درجة اولى ابدا ما عاد صوبها، يعني كنا لاعبين مثلا محكوم عليهم ان ما يمثلون المنتخب ولا يلعبون، اللي هم الشباب اليرموك صليبيخات برقان مش يعني ليش يعني انت سويت نظام حق هذا، اعمل نظام ثاني حق الفرق هذه، يعني 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 اليوم اللي بالدرجة الثانية يلعب 16 مباراة طول الموسم،
16 مباراة، لو جينا خمس فرق 16 مباراة ولعبة بدل نقول والعهد ولعبة كأس الأمير 18 مباراة، أنا أجيب مدرب وأصرف عليها التكاليف حق 18 مباراة. لكن أيضا أبو مشعل إخواني ما في تكافؤ، يعني أنت اليوم الهيئة تصرف للأندية 20,000 دينار حق كل الأندية، زين أنا يعني مستحيل الأندية الأخرى تنافس الأندية، يعني لو هنا نادي قادسية، نادي كويت، نادي العربي، عندهم استثمار، عندهم رجال أعمال، هذين لا عندهم استثمار لا عندهم من 1994 اللي هي 20,000 كان حق لاعبين أول، الحين أنت مصرح حق خمسة، لا تزال هاي 20,000 ممكن الأندية اللي عندها وفرة مالية قاعد تصرف، لكن لما تيجي حق الأندية هذه الأخرى ما فيها، ما عندها أي صرف ولا عندها ولا عندها استثمارات ولا عندها شيء، فبالتالي راح يظل الوضع عليه مثل ما قال فيصل، الأربعة هم طالعين قاعدين استثماراتهم وعندهم كل شيء وهذا، والسلام كتاب. محمد أدلب دلوك. أنا أقول طبعا الفريق اللي كان يستحق يطلع فوق وما من الستة وما وصل للجهرة بدأ بداية قوية، يعني توافق مع عبد اللطيف إن الجهرة بدأ بداية قوية بعدين ماشي لي نزل مستواهم. أيضا تفاجأت أنا مستوى السالمية، السالمية في عناصر مثل ما قال أخوي أحمد خلف، يعني الوطنيين والمحترفين يعني على مستوى عالي، بس يعني أعتقد مثل ما قال أيضا فواز فيصل إن أمور إدارية وأمور يعني مو فنية، أنا ما أعتقد أمور فنية، نفسية وإدارية اللي خلاهم ترجعون للسادس. ما أنا كنت أتوقع أن السالمية نفسها كل البطولات حسب اللاعبين الموجودين عنده، اللي بالفعل كان مفاجأة القادسية اللي فزوا قفزة كبيرة من الثامن إلى الثالث. العربي لعب يعني المباراة القادسية ضامن، يعني ما عنده شيء خسره، ضامن المركز من الأربعة، فاز تعادل خسر ضامن. بس محمد لو فاز العربي لو فاز على بقى شيء نفسي راح يتقدم ويكون قريب من نادي الكويت المتصدر. اي بس هو الحين يعني اقول لك هذه النقطة، في النقطة الثانية اللي قلت يصير المنافس هناك، بس هو اعتقد اظن اصابة الصولة ما لعب الصولة لا ما اثر وايد على الفريق، الصولة اثر وايد على الفريق، والقادسية طبعا جاي بحماس والروح العالية. في تطور فني بالقادسية وايد، تطور قادسية وايد، انا اعتقد اختلف مع اخوي عبد اللطيف، انا اعتقد احسن مدرب المرحلة هذه كان بنياك مدرب القادسية، مدرب القادسية اللي قدر يعني يشكل الفريق التشكيل الصحيح ويقدر يطلع بالفريق خطوة خطوة. مسعود ما تفضل في عن موضوع المدرب ابدا، عشان على الجانب يعني واحترامنا وتقديرنا، انا ماني الشخص حقيقه اللي اتكلم عن المدربين او قدراتهم او امكانياتهم او يمكن نتكلم عن النتائج، لكن على سبيل المثال محمد المشعام مدرب نادي السالميه حاليا كان مدرب نادي النصر ولم يوفق مع نادي النصر، وبالتالي الان نقول عنه هو اللي نقل السالميه في الثلاث هذه المباريات، تكلم عن هذا الجانب بشكل عام. طبعا الاخوان ما قصروا وعطوا وفندوا وكل شيء يعني، وانت ما تقصر ان شاء الله. انا يعني اذا بتكلم عن السته برجع لك انا عن المدرب ابو مشعل، يعني الست الفرق هذول الزبده، هذول اللي يستحقون الوصول بغض النظر على المطبات الهوائية أسميها أنا خلال الأربع أو الخمس جولات اللي مضت، في نادي يرتفع في نادي ينزل، يعني أنا بالنسبة لي نادي الكويت هو اللي خسر نفسه بنفسه من النقاط، هو اللي يستحوذ وهو اللي عنده لاعبين وهو اللي يضيع فرص وياخر عشر دقائق ويتعادل، يعني ممكن خسر المباراة الأولى من الجهرة، بس ثمن تعادلات ومشعل وتسعة فوز
صراحة أنا متحير منه النادي، نادي متحير منه. ليش؟ عنده كوكبة من لاعبي تكلم عن فني، يعني يوسف ناصر أنا باعتقادي الآن يعني خلال هالموسم هذا أحسن لاعب وأحسن مهاجم، لاعب شرس، لاعب قوي، ولاعب يحب إنه يسجل، ولاعب بالثلث الهجوم هو اللي يتحرك داخل الهجوم. فهذا يعطي أي لاعب من الأطراف، يعني عندنا اليوم مكسب اللي موجود محمد البحرين، اللاعب البحرين محمد وهران، وعندك ياسين العمري جهة اليمين، يعني عندك فريق إمكانياته جيدة. المدرب قاعد يغير في لاعبي الوسط، يعني يمكن بمعنى أن أحمد الظفيري ما شفنا بداية يعني القسم الأول إلا فترات معي، اليوم قاعد يقدم بالقسم الثاني من أحسن ما يكون، يعني عنده كوكبة من اللاعبين. عندك عموري قدامهم، يعني كان فيصل زايد موجود، يعني دكة الاحتياط يمكن أنا بوجهة نظري أفضل من الموجودين داخل. فبالتالي أنت الأخطاء اللي تحصل في هذا النادي خلال التعادلات بالعشر دقائق الأخيرة هذه فيها مشكلة صراحة. يعني اليوم تكلم عن القادسية اللي قاعد أقول بو مشعل يدبي يعني قاعد يجي من 16 نقطة إلى 29 نقطة بأداءه بروحه برغبته بالوصول إلى الأعلى. نفس الشيء كاظمة مر في مرحلة غياب شبيب خلال جولتين من ثلاث أثر على الفريق، رجع شبيب، شفنا الفريق قاعد يتقدم ويفوز، وهذا وصل 29. العلامة الحقيقية اللي ما حد عارفها اللي هو النادي العربي. نادي العربي يعني مستوى بغض النظر منو منصاب، حنا عندنا ياسين الخنيسي نادي الكويت صار له بداية الموسم ما لعب، بدأ الحين يلعب وقاعد يلعب يرجع، بس عنده دكة احتياط. ليش نادي العربي ما عنده الدكة اللي أنت تحتاجها؟ عندهم عبد السلام العوضي تعال ربع ساعة ولعبه والسلام عليك، يقدم مستوى، عطى فرصة يلعب. أنت اللاعبين ذولا يحتاجون مشعل فرص، مو تكلم المدرب يبي اللاعب اللي لا اسم ولا هذا يكسبه، يمكن يكسبك هذا عبد السلام سليمان العوضي. الفريق في درب زي شنو شلون تعالجه؟ انا فكرت ودقيت وحاولت، وهذا في علامه استفهام بالنسبه للرواتب لبعض اللاعبين اللي موجود، وهذه نقولها احنا عشان نكون امينين فيها، يعني في رواتب على بعض اللاعبين ومتاخره وايد، ويمكن تقريبا غالبيتهم نهايه السنه. زين مو هذا يدش الراتب من الهيئه دايركت للاعبين اللي نعرفه، يعني بحسابهم هذا اللي عرفنا. هذه علامه استفهام على النادي العربي. تكلم عن يعني فحي صراحة، يعني لازم ترفع العقال لهم على الأداء وعلى الروح على الرغبة اللي مو موجودة في بعض الأندية. رغبة يبغون يفوزون، لاعبين عندهم إمكانيات. البديل اليوم طرارة ما يلعب، بكرة يلعب يحط له يسجل هدفين. فبالتالي أنا أعتقد يعني المدرب له دور، رئيس النادي الدبوس له دور مع أخوانه
أعضاء الإدارة، وهذه صراحة لازم الواحد يشيد فيها، لأن من زمان ما شفنا فريق مثل حين اللي قدم مستوى متميز حتى أمام الكويت 3-3 تعادل، قدموا مستوى ولا أروع. تي حق السالمية هذه علامة استفهام الصراحة. الشيخ تركي الحين قدم استقالته، زين ايش طلع؟ نبي نعرف شو اللي طلع حق العالم، يعني الإعلام يعني خاموش ما حيتكلم. زين من اللي جاب بداله؟ هذه المشكلة الرئيسية اللي موجودة الحين. يعني حنا كإعلاميين وكمتابعين نبي نعرف شنو اللي موجود في نادي السالمية. زين الحين شيل محمد إبراهيم على هي إدارية ولا 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 فنية؟ أنا أتفق ويا فيصل إنها شغلة إدارية. زين تجيب محمد مشعان المدرب هناك آخر التصنيف الحين موجود هو النصر، تجيبه تحطه على السالمية. يعني يعني النصر نازل يعني على اللي شفناه خلال الفترة الماضية، تجيب مشعان وتحطه بالسالمية. زين السالمية فيها أساس لاعبين موجودين، اكو اساس موجود 6 لاعبين او 5 لاعبين منتخب موجود. تحسنت النتائج مع محمد المشعان؟ انا اعتقد ما هي مدرب، لا والله ما هي مدرب الاداء السلمية اداء متواضع. فاز تعادل ويا الكويت، الكويت عطت السلمية يعني الفرصة. النقاط سهله صارت لها، هو اللي خسر نفسه بالنقاط نادي الكويت، ولا اول جيم تطلع ب4. فبالتالي انا اعتقد سالفه المدرب، انا المدرب اللي رشح اخوي سليمان، انا اقول لك اي وينك مال القادسيه اللي الحين شوف نادي القادسيه مرتفع، ويعني انطلاقه منطلق وفحيحي المدرب اللي هو فراس الخطيب. اما تقول لي محمد مشعان تجيبه من الدرجه من اخر 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 يعني اخر فريق وتحطه بالسالميه، لا السالميه عنده امكانيات ابو مشعل وعنده لاعبين، بس هذه يعني شعره ولا كان لعب بالاربعه. انا اقول لك اداريه 100% في نادي السالميه. والسلام ابو خالد. طبعا يعني الكل سؤال يعني انتفاضة القادسية، انا بسميها انتفاضة القادسية بفوز على غريمه العربي صح التعبير، هل من الممكن يروح الى نادي الكويت في الصدارة؟ ونتكلم عن البقية. لا شوف يعني مباراة العربي والقادسية امانة يعني الواحد ما يقدر يصنفها فنيا اداريا، مباراة تختلف عن كل المباريات. لا هي جانب، هذا هي جانب، ما في قياس، ما في قياس. يمكن احنا في 76 كان القادسيه يغلبونا 4 القسم الاول، القسم الثاني غالبينهم 1-0. فنادي يعني الديربي العربي والقادسيه يختلف عن هذا. ولكن صراحه انا يعني اشيد في المدرب بنياك، انا شفت بنياك مع العربي وشلون سوى العربي وشلون بنى العربي، يمكن ما توفق في نادي كاظمه لما راح كاظمه، ولكن رجع مرة أخرى إلى نادي القادسية وصبر على نادي القادسية أمانة. هو الموضوع كان يبيله شوية صبر مع بنياك، والإدارة صبرت لأن هم النتائج مع بنياك كانت غير مرضية، صبروا عليه، عدل الفريق، شاف الخلل وين صراحة. وأنا أشيد في المهاجم اللي هو رقم 10 مال نادي القادسية، اسمه زويد؟ لا الأجنبي إبراهيمي، يا بارا ما اسمه والله، لا اللاعب المهاجم اللي جابوه في 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 الشتويه اي يعني لاعب صراحه هو قلب موازين الهجوم كله. وايضا ما ننسى نايف زويد كان من افضل لاعبين في نادي السالميه قبل سنتين، خذوه نادي القادسيه، كان عنده نقص نادي القادسيه في الهجوم. احنا نلاحظ الحين نادي القادسيه كل لاعبينه كلهم هجوم خصوصا الاجانب. فنادي القادسيه بنياك صبر عليهم
وانتفض فيهم، يعني مثل ما قال محمود يمكن كانوا الثامن أو السادس، يعني الآن احنا نشوفها في المركز الثالث. وأنا أعتقد الغادسية إذا استمر على هذا المنوال وعلى هذا الحماس وعلى هذا الأداء يمكن إذا ما الكويت يعني نزل في أول مبارتين يمكن نادي الغادسية ونادي العربي ونادي كاظمة أيضا يلحقون نادي الكويت، لأن نادي الكويت يمكن أول لعبتين عنده شوية نوعا ما سهلة، ما في طموح النادي السالمية ولا في طموح النادي في حيل أنهم يروحون فوق يعني، ولكن هاي مباريات كرة القدم، ممكن التعادل ممكن هزيمة تعطي فرصة حق نادي كاظمة نادي العربي نادي القادسية أنهم يلحقون في نادي الكويت. نأتي على البقية الباقية الفرق اللي تحت نتكلمنا عن القادسية الحين. إيه نعم طبعا خلينا نتكلم عن العربي قاعد يمر في ظروف صعبة أمانة، يمكن الإصابات. شنو الظروف؟ إصابات في إصابات كثيرة إصابات في الفريق. يعني وين دكت؟ ما في دكت الاحتياط مثل ما قال أبو سعود. إحنا قبل سنتين كنا نقول العربي من أفضل الفرق اللي عنده احتياط، أما الآن يعني اللي قاعد أشوفها أنا صراحة البدلاء أداءهم جدا متواضع، أداء عادي لا يغير في النتيجة ولا يعدل في اللعب ولا يسرع بالرتم اللعب، خصوصا حتى لو كان في الدفاع أو كان في الهجوم أو كان في خط الوسط. يحتاجون مباريات، يحتاجون إلى تركيز، يحتاجون إلى تدريبات أكثر. اللاعبين الصغار يمكن أنا حسين أشكناني سليمان العوضي يحتاجون إلى مباريات عشان يوصلون. بدر طارق أيضا مصاب أكثر من شهرين يمكن للحين ما يلعب. بندر شنو وضع بندر؟ بندر والله للحين في طور العلاج، يعني هم يبي له 3 أشهر 4 أشهر. علي خلف طبعا الكل يعرف هذا اللاعب إصاباته متكررة على طول. الصولة الآن صار له أكثر من مبارتين ما يلعب. والسنوسي هذه اللي هاي العلامة الفارقة في النادي العربي الآن، مو قادرين نعرف شنو هذا اللاعب، مرة 70% مرة 20%. لاعب مستواه نزل جدا، لم هالسنة يمكن ما قدم لنا أي 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 فارق في الفريق. نروح حق نادي فحيحيل، أمانة نادي فحيحيل الكل أشاد فيه في 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 أداء اللاعبين، وأيضا لا ننسى محترفين نادي فحيحيل، محترفين نادي فحيحيل خصوصا في المهاجمين البرازيلي أو المغربي أو التونسي اللاعب، صراحة هذولا يعني لازم يبقونهم الأندية الثانية، المفروض إلا ما يقعدون في نادي فحيحيل. يعني اللاعبين صراحة يعني النادي فحيحيل أنا أعتقد الموسم الجاي ذي اللاعبين ما يقعدون إذا ما قضبوهم نادي فحيحيل. فالمهاجمين اللي عندهم تقصر بالإغراءات المادية. إيه طبعًا طبعًا طبعًا. إيه يعني أنا أقول إنه راح يبقونهم الأندية إذا النادي فحيحيل ما قضبوهم راح يروحون. فهذين اللاعبين هم اللي أمانة هم عندكم نية أنت العربي يا حمد الدبوش رئيس نادي الحياة. لا أنا ما أدري بس فواز أنت شايف اللاعبين أمانة اللاعبين بخالد تتكلم عن إصابات اللاعبين النادي العربي. نعم هل الإصابات بالمباريات أو بالتمرين تفرق؟ إذا بالمباريات إيه مباريات هذه وضع طبيعي بالمشاهد، لما تصير بالتمرين يعني أكو عندك خلل فني أنت. لا شوف انا اللي اشوفه ان اللاعبين انصابون في المباراه في المباريات، يعني علي خلف يلعب له يمكن 50 دقيقه 60 دقيقه بدل، ليش؟ شد عضلي، يكفى الصوله يمكن 4 مرات. هذا فني يعني تبرير. لا هذا فني من الجهاز الفني. مو جاهز يعني انت مو جاهز. إيه؟ فالصوله نفس الشيء يحاسب فيه الجهاز الفني. الصوله ما كان جاهز في مبارتين 3 مباريات، هم لعب ايضا حاشا شد عضلي. وعبطه اخر مباراه هم كان متعور ولعب. ولدكم ما يكون جاهز؟ ايه ولدكم ما يكون جاهز؟ لا ما يكون جاهز لانه في اصابه. الحاله اللي قاعد تتكلم عنها هذه كجهاز فني هو مو قاعد يجهز لاعبين عدل ابو سليمان. نعم يعني مو مدرب بس بعد المرات يكون لاعب مو جاهز عندك يعطيك 30 يعطيك 20 25 دقيقه. أنا ما أشاركه إلا في مباراة لما أكون أنا العضلة ما هي جاهزة. مرات فواز يكون خاصة أنت لما تلعب ضد القادسية ولا ضد الفريق ناقص، الفريق يمكن عنده 4-5 لاعبين مصابين، فيضطر إنه يلعبه على أمل إنه يطلعه بعد 20 دقيقة أو يمكن بعد الشوط الأول، تلقاه يصاب في من خلال الشوط، فما يقدر يعني يلعب ناس اللي هم ما يقدرون يؤدون نفس الأداء. عيال هذول مو محترفين.
اللاعبين مع احترامي لهم. اي لا لا احنا احنا المحترف هو اللي يداري نفسه. ايه؟ ويعرف يدير نفسه يعني في نفس الوقت. فانا اعتقد يعني النادي العربي عنده اصابات و مشعل انا عندي نقطه ودي الاتحاد ياخذها بعين الاعتبار. يعني الجولات الاخيره في وايد مشاكل من الحكام، يعني شفنا وايد اشتباكات ما بين الحكام، ما بين اعتراضات، ما بين الامور هذه كلها. فايضا حتى لما الحكم ينادي الفار يروح يقعد له 6-7 دقائق مجابل الفار، يعني هذا قاعد يعطل اللاعبين، وهذا اللي قاعد ايضا يسبب اصابات، لان اللاعب لما يلعب وهذا انت توقفه وترد تركضه مره ثانيه هذا يسبب له اصابه. ايضا انت اليوم تجيب لي حكام، انت جايب لي يعني مع كل احترام وتقدير حكم من قبرص، قبرص شنو الكره؟ قبرص لا دشت كاس عالم، لا دشت دوري اوروبا، لا دشت شيء. ما عندهم فار. نعم؟ ما عندهم فار هنا. من اللي ما عندهم فار؟ قبرص. قبرص؟ والله. بس هو حكم هذا يبينا حكم. انا مع احترام. انا اقول لك هنا. انا ابو سعود انا اقصد شنو؟ ما عندهم فار. انت اليوم لما تجيب حكام، شوف السعوديه مثلا لما تجيب الحكام، انت اللاعب من يشوف الحكم خلاص يعمل حسابه، هذا حكم حكم كاس العالم، هذا حكم حكم كاس اوروبا. انت قبرص تصنيفها 108 110 تقريبا، فانت جيب علشان انا كلاعب اعرف ان هذا الحكم وشايفه مثلا انا بالتلفزيون يعني شديد واعطيه اعتباري. لكن انت شفنا احنا مباراه السالميه ويا الكويت الاخيره، الحكم ما ادري ضايع ما اعرف ضايع ما اعرف سليمان اللاعبين الحكام لاعبين اللي ينقذونهم اللاعبين من تصرفات الخطا من الحكام اللاعبين مثل القادسيه والعربي. نعم انا اشوفها ضربه جزاء الاولى كلها مفهومهم الناس انه ماكو كره فمفروض انه هو ما يحتسب الفار. نعم تمام وخذ وقت مثل ما تفضلت ونادي العربي طبوا على الحكم وراح عند الفار وعند نفس الشيء وردوا عليه تماما. يعني هذه اللاعبين قادسيه والعربي الفرق هذول الاربعه شويه عقال بس في مباراه ثانيه بعد المرات يصير احتكاك بين الحكم وبين اللاعبين. هذه النقطه عجب سليمان يعني عفوا اذا سمحت اللاعبين ما يساعدون الحكم. خالد ترى الفار احنا قاعدين نشوفها مثلا في الدوري الانجليزي وترى نفس الشيء احيانا ياخذ الوقت 3 و4 دقائق زين احيانا تلعب الكره احيانا تلعب الكره زين وبعد ما تلعب 3 دقائق 4 واذا بالفار ينادي الحكم يقول له تعال شوف على اللقطه الثانيه هذه وارد. لكن هي عمليه اللاعبين ما تفضلتوا فيه ابو محمد سعد حوض شاركنا في هذا الموضوع يعني اصبحت حقيقه منظر يعني لاعبين يعني شيء مؤسف اللي قاعدين نشوفه حسب ما يكون هناك خطأ الفريقين تجمعوا أمام هذا الحكم وبالتالي تردد الحكام بين وبين عدم إظهار الكرت دولي خطأ من اتحاد دولي مفروض الأقرب لاعب مترين ولا يتكلم وياه إلا كبت الفريق بس. لكن أنت اليوم تشوف الحكم وفريقين 22 لاعب عليه شوف مفروض الاتحاد الدولي يغير إن اللي يتكلم يروح حق الحكم اللي هو مكبت الفريق إذا كان في شيء. لكن اليوم الكل حتى الحراس قاموا يدشون يروحون حق الحكم. لا لا كلامه صحيح أبو مشعل. يعني في مباراة الكويت مع السالمية تحصل مشكلة وشوف كابتن الفريق مثل ما تفضل بسليمان يعني أكو لاعب ساعات يسبب لك مشكلة في الملعب يسبب مشكلة مو بس على فريقه على المباراة كلها. وفعلا اللاعب جمع سعيد سبب مشاكل لي احنا مو نقول الا للسالميه لاجواء المباراه كلها يخليهم متوتره. وانا قاعد اشاهد المباراه كابتن السالميه يدز اللاعبين يعني يوخر يقول حق ما الثاني يعني يجب انه يكون بالنادي نفسه يعني احنا قبل لا تحاكي الحكم في كابتن مالك شغل انت بس تركز بلعبك وهذا المفروض يصير من اللاعبين. هني احنا مشكله صغيره لاعب طايح وتلقى الاداري برا بعد وياه خمسه عليه ايش حقه؟ ليش؟ هني تجيك لاعب بالفريق الثاني دز يعني اسباب يعني شغلات تافهه تسبب لك مشكله كبيره وتاخرك اللعب. هني على الاتحاد نوجه لهم خاطب الانديه اذا صار اي شيء
يجب تقولون حق انتو لاعبينكم ما تدخلون. بنفس الوقت هم اقول حق الحكم كون شديد مع اي لاعب ما له شغل بالمشكلة. عطى انذار الانذار عطى الكرت الاحمر. شلون انت توقف هالامور؟ شلون تبي يكون في لعب؟ بالسلاح اللي بيدك، بالسلاح اللي عندك كحكم بالضبط. يعني انت يجب انك تكون شديد كحكم، لانك انت من صلاحياتك ودورك ان يكون في استقرار باللعب عشان تشوف مباراة عدلة. يعني مو الضرب اللي احنا قاعدين نشوفه واحد يم راح عند التلفزيون راح لداري حقه، شغلات يعني بسيطة. بس على الحكم انه يدير هالامور. محمد والاندية لها دور كبير الحين، الحكم من الناحية الادارية على اللاعبين ما يخلونهم كذي فلتانين بالغرفة. اذا انت رحت حق الحكم انا اخصم منك ترى، اذا 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 عندك انت راتب ولا عندك مكافاه فزت اعطيك اياها عشان ما تعطي مجال. احنا تسبب احنا يصير عندنا ساعات اهتزاز بالفريق وفريق فايز وتلقى يخسر من هالمشاكل هذه اللي تصير. وين دور الكابتن؟ وين دور الكابتن ابو محمد؟ وين ابو سعود؟ وين دور الكابتن؟ أليس هو اللي يقود الفريق؟ يعني المفروض إدارة الفريق وكابتن الفريق خلنا من إدارة الفريق اللي برا لهم دور موجود. يعني هم اللي كوني أنا كابتن المفروض أنا يعني قبل لا أدش الملعب لازم لي كلمة مع إخواني اللاعب. يا جماعة لا حد يتكلم، طبعا هو عارف إدارة الفريق مكلمتها على أساس إنه يكلم اللاعبين. إحنا عندنا ربشة ربشة أبو مشعل بالملعب، من تعرف من اللي يتكلم. إحنا مرينا وشفنا وشفنا حكامنا الله يرحمهم وقفر لهم واللي موجودين. ما تقدر تكلم عبد الوهاب موجود البناء، ما تقدر تتكلم وياه، تستحي على تستحي. عيسى الله يرحمه، جواد عاشور تقدر الله يرحمه، رحمة الله عليه، رحمة الله كلهم جلامة كل اللي مروا علينا. ما تقدر ترفع أصلا عينك بويه. في احترام موجود، علمونا إدارينا، رئيس النادي علمنا، إدارة الفريق علمونا. لا تكلمون ويا الحكم، لو الحكم عنده شخصية موجودة الحين أي واحد ارفع عليه الكرت الأصفر الثاني طرده خلاص كلهم يتأدبون. أبو سعود الحكم يروح للفار سبع دقائق ويلعبون اللاعبين، وين صارت هذه؟ والناس تلم شلون يعني؟ والله شوف اللي بالمنصة وين الحكم الرابع؟ وين المباراة؟ من مسؤوليته هذه أبو مشعل أنت اللي قاعد تقوله، من مسؤوليته؟ مسؤولية الحكم، مسؤولية الحكم الرابع. وين الحكم الرابع؟ الحكم الرابع يصير اعتقادي الذي يجب ان يعاقب هو الحكم الرابع. يعني في معنى اللي يسمح لهذه الامور. يعني المشكله عايمه كلها، مو بس حتى الحكام، حتى الجهاز الاداري، حتى هذا اهم شيء والله. الجهاز ماكو رهبه ماكو اتحاد دولي لا اخلاقيه ابو مشعل. نعم. قبل لا تكون رياضيه. نعم. نعم اخلاقيه ما في شك، قبل لا تكون رياضيه داخل الملعب، اخلاقيه بالغرفه شلون انت تربي اللاعبين احترامهم للحكم قبل لا يدخلون داخل الملعب. لذلك على الانديه والاتحاد انه يوصي المدراء الفرق ان هذا اللي قاعد يصير. مو مباراه واحده الناس تصير مشكله، مباراه واحده بالسنه احنا كل مباراه فيها مشكله. بنسوي شيء نروح البر طرى وراها قبل اصول البر. اي والله العظيم هذا بس قبل اصول البر لعب. ابو مشعل للتوضيح تفضل، ترى كابتن الفريق ما له اي صفه داخل الملعب اقدميه الا اذا استعان فيه الحكم. الحكم يستعين فيه، مو معناته انا كابتن اروح حق الحكم ترى هذه مفهوم خاطئ. مو عشان لاعبين هو يهدي يهدي خلينا نتكلم بالمفتوح. يعني لما الكابتن سعد كان كابتن الفريق اكو لاعب يروح حق خالد ابو خالد ما يخليه. انا قصدي سعد كابتن بحاكيني انا بحاكينا احنا كلاعبين
احنا ساكتين أوكي. تمام ونفس الوقت تقول له انت روح تحكى انا اتكلم كقانونيا قانونيا تمام قانونيا إيه الا اذا انت تروح حق الحكم بهدوء تقول له انا بستفسر بكلام وقد يقبل يستقبل منك او قد لا يستقبل لكن القانون يقول لك الحكم هو من يستعين كابتن على لاعبينك إيه يستعين بكابتن الفريق يقول له ابي تسوي لي كذا 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 نعم. هذه يعني على اساس للتوضيح نعم. يعني بعد المرات في ناس يقول لك انا كابتن اروح لا مو لا لا مو شغلك والله شوف هي العمليه كلها ترجع الى اداره الفريق صحيح اداره الفريق يعني احنا الحين قاعد نشوف الحكم يعطي الاداريين اكثر من انذارات من اللاعبين تلقى اعطى انذار حق اللاعب بعد شوي هذاك اعترض راح له اعطى انذار كل شغط على الاداره يعني انت ايش حقك تعترض انت وهو تهدي هذا اللاعب اللي اخذ انذار لا هو بياخذ انذار فهي مشكله اداريه وخالد جتك اخلاقيه بس مدام هذه شوف اخلاقيات اللي يدير الفريق اكيد راح تنعكس على اللاعب داخل الملعب بس هذا طالما المدير رئيس النادي المشرف باحترام مع الحكم وفي قنوات رسميه اقدر انا اتعامل وياها مع الحكم وفي احتجاج ما في اقدر احتج لكن بالطرق نقول النظيفه اخلاقيه اي نعم بالضبط مو اهيج انا فريقي ولاعبيني كذي لان خسرت وتعادلت اتحمل المسؤوليه وهذه طبعا اذا صار شيء ثاني يجب ثاني يوم اداره النادي تجتمع وتعرف شنو المشكله وش اللي صار ما اترك الموضوع هذا يمشي لا يجب ان يكون في قرار اي لاعب اشوفه انا يتحامل على الحكم ولا يتهاوش ولا يعتدي لا يجب ان يكون في قرار اتخذه عشان البقيه يتعظون نعم. ما تصير فوضى حتى النادي الثاني يشوف ويسمع وينشر بالجرايد عشان الناس تمشي ولا احنا تبي الصراحه يا ابو مشعل امورنا من اللاعبين ومن الاداريين على شخصيه الكابتن المنصه من مسؤول عنها احنا عارفين يعني وخابرين النادي ان المنصه عفوا المنصه هذه يعني ناس اول شيء مسؤولين بالانديه او مسؤولين بالاتحادات او برجالات الانديه اللي موجودين يعني كبار السن او المكان اللي قاعد يحصل الان والضغط على الفار والمسبه او صحيح. الكلام البذيء على الحكم اللي رايح للفار وين ودي الفار؟ هي هو النادي وين ودي؟ واي صوب احط الفار انا عشان الحكم هذا ما تقدر تغيره ما تغير تغير مكانه اقرب مكان عشان الحكم يروح ويرجع الملعب ما تقدر تحطه بغرفه داخل شو الحل احمي هذا الحكم؟ الحل انك تعلم الناس واللاعبين والجماهير ان هذا حكم ان لما يروح الفار يروح علشان يشوف الصوره الواضحه عشان يتخذ قراره اذا انتم بتتهجون وكل لاعب من الحين ينطر الحكم قاعد يشوف يمكن ما نادوا بعد تلقى لموا على الفريق هذا والفريق الاخر زي خلوه واللي في المنصه خلوه يركز واللي في المنصه غير بعد ها واذا طلع راح برا ما خلوا الجماهير الثاني بالعكس هو بيشوف عشان يعطيك القرار يعطيك قرار لصالحك مو ضدك يعني تلقى بعد هذا المفروض في حمايه انا قاعد اقول للفار لان اللي عندنا لحتى الان ما قاعدين يحترمون قرار الحكم او تصرف الحكم او هذا اللي قاعد يصير عندنا لذلك يجب ان يحمونه انا اتصور ان نشوف لنا طريقه ابو محمد هو كان في اقتراح يحطون الفار ورا الجول الجولين الفار يكون اي واحد يختارون مكان شويه صاد علشان حق الحكم يعني اي على اساس الجمهور اللي ورا يعني لا 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 لا, لا 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 هو اقتراح انه على اساس يمنع اي احد اداري او اي كان يوصل له زين ما في دول يعرضون شاشه بالشاشه والله هم فرصه يعرضونها على الشاشه وايضا المثل يقول من امن العقوبه سالت الاتحاد لازم يعيد الاتحاد لازم يصدر او يغير القرارات او عقوبات على اللي لازم قرارات صارمة لازم رد يعني خاصه احنا مقدمين الان على بطوله الدوري العام صح ولا لا؟ بيصير شحن اكثر اول شيء لابد نشيل حقيقه بعوده الجماهير مره اخرى وهذا الشيء ما يسعدنا كثيرا يعني شفناها بصفه خاصه امام القادسيه والعربي نعم خلينا نتكلم عن هذا الجانب واهميته زين نعم سليمان
لا شك يعني مباراة يعني عادتنا إلى الأمجاد الأولية القادسية والعربي، طبعا هي أكبر ناديين وأكثر جماهير سواء العربي أو القادسية، أكبرهم قاعدة جماهيرية عشان أكبر. هذا شيء يعني يعني لابد منه نقوله يعني، لكن أيضا حلو فيها أن كانت يعني فيها روح رياضية، يعني شفنا الروح الرياضية ما بينهم، حتى لما خلصت المباراة شفنا الجماهير العربي يعني في أغلبهم يحيون أول يباركون لفريق القادسية، نفس الوقت القادسية يعني حلو، ما كان في يعني استفزاز من العربي حق القادسية ولا القادسية حق العربي، فبالتالي شيء جميل جدا. هذا اللي يعطي تقدم المستوى، هذا عنصر مهم للجمهور في المستوى في تقدم المستوى. ومثل ما قال أخوي أبو سعود يعني مطلوب وتفضلت أنت أن الجماهير جماهير نادي الكويت هي جماهير كل الجماهير اللي حضرت مدعوة مدعوة أنها تروح هناك، يعني هذا لابد أن مباراة الكويت يوم الأربعاء هذا لابد أن يكون متواجد، فأعتقد الجماهير بشكل جيد وحلو أن يكونوا متواجدين، وإن شاء الله يعني عند ستة الفرق تكون أكثر ترى فيها حماس وأكثر فيها ندية، ولو أن أيضا الحين تأخرت إلى 1-4 يعني طبعا البطولة، فطبعا التأخير هذا ناجم عن شنو؟ ناجم عن أن أول شيء عندك يوم 19 أو 20 فيفا دي يعني اللاعبين المنتخبات راح تروح، يعني لا مثل البعض قال والله أنه عشان نادي الكويت ولا لا لا حتى لو كان نادي الكويت من صالحة إنه يلعبون علشان تصير فيه إصابات تصير، لكن هي طبعا الآن يعني إحنا لما نتكلم نقول إن نادي أو التأجيل هذا يوم 19 أو 20 في الفيفا دي كل لاعبي المنتخبات راح تروح فراح تعطل عندك، فأنت الحين مفروض أيضا الآن راح يبدأ كأس الاتحاد أو كأس يسمونه زين، هو راح يعني يصير كتنشيطي للفرق، فبالتالي يعني الفرق قد تكون نعم اللياقة راح تنزل الحماس راح يقل، لكن أنت محكور لأن عندك تاريخ 19 أو 20 الفيفا دي، الفيفا دي 9 أيام يغيب عنك اللاعب المحترف، الفيفا دي 5 مرات بالسنة الميلادية يدعي اللاعب هذا، فبالتالي انت ما تقدر تغضب لاعبينك ولا هذا، فبالتالي هم راح يروحون لفراقهم، فاعتقد التوقف او التأجيل هذا ايضا يعني انا كان لي اتصال يعني مع احد المسؤولين قال الأندية الكبيرة ايه هي بغت التأجيل، يعني الأندية الكبيرة عندها إصابات كثيرة فهو مطلوبة التأجيل يعني مو من كيفنا بعد. انا اقول حتى لو التأجيل لصالح نادي الكويت انا مع الاتحاد ابو محمد جزاك الله خير لك العمر الطويل ان شاء الله وياك ان شاء الله وانت كابتننا هني في موجود. طبعا صوره موجوده لك لاول مباراه يلعبها سعد الحوطي زين اول مباراه هذه شنو سالفتها لو جاتني الصوره هذه اول يوم ادخل في نادي الكويت الرياضي لابس هذا الشورت الابيض الفنيله كنا حمراء اذا ماني غلطان بس ابيض اسود واللي يمي الاخ جمعان ظاهر الله يعطيه طول العمر ومديني عادل وسلم ابو محمد سامعين عني يبون يلعبوني بيشوفوني وهذه رحمه الله عليه جاسر الحميد اللي قال لي بات لي بجوازك وانا ما ادري شنو سالفه الجواز صغير ذاك الوقت وخذاه ويبوني الاستماره وقعوني وقطوني بالنادي هذه الصوره لاول يوم انا ادخل في نادي الكويت كان بالليل اي سنه صيف أي سنه شوف هذه ما بين 68 69 لان بديت انا مع نادي الكويت 69 70 لعبت هذه اعتقد بال 68 كذي 67 وبالليل رايح هناك العب تدري قبل كان بالصيف كله يلعبون مباريات سداسيات ودوني هناك على اساس تذكر احد من اللاعبين خير في وقتها تذكر احد إيه كان محمد شعيب اللي اذكره معي والله ما ادري عجزان وياي بس اول مباراه محمد اول مباراه سجلت على العربي قوت على ناديك اللي براسك وضع لك عمر النور وضع لك عمر النور اي والله هذه الصوره شفتها زين هذه مساء انا اذكرها طبعا لا زالت في ذاكرتي حقيقه والله يرحمك يا موسى راشد امين سر النادي العربي كنا جالسين في الأرض
ونادي والنادي العربي صاك على نادي الكويت عبد العزيز العميري الله يذكره بالخير وسعود والدولة ونحاول نسجل على الكويت بالقائم باللاعبين بالعارضة لكن قول سعد الحوطي هو أن هذه المباراة مشان الكرام حقيقة سعدنا هذه الليلة حقيقة بمتابعتكم لبرنامج الديوان وسعدت أنا حقيقة بتواجد أصحاب الديوان الشكر والتقدير لإخواني سعد الحوطي فيصل الدخيل عبد اللطيف الرشدان أحمد خلف شاكر جدا لحضورك هذه الليلة وسعيد العمري ومحمد تصبح على خير يقول المشاهد الكرام مع السلامة اصبحون على خير إلى اللقاء.